الأستاذ عبد العظيم الشذي، عودة لقراءات لوحاتك الخمسين، يعني المتأمل للوحاتك في المعرض يجدها تميل إلى الواقعية ذات الطابع السريالي المثير، يعني يمكن ترتبط بعضها بالبساطة وعمق التفكير أيضا. هذا يدفعني أسألك، إيش الفرق بين الفن الطبيعي والواقعي؟ الفن الطبيعي هو نقل ما يشاهد ما تشاهده العين نقلا حرفيا، ويطلق على الفنان هو أمين، يعني أمين في نقل الطبيعة، ينقلها بحذافيرها بمقاييسها المثالية. هذا هو الفنان الطبيعي. أما الفنان الواقعي هو ينقل الحدث ولكن بتفاعل. يتميز بالبحث عن سيكولوجية الوجوه من إيحاءات وكذلك أحداث، وينقل إلينا أحداث يمكن لا تألفها العين. يعني أنقل لك حدث أن شخص هو الآن هو سقط، أو أنه يبكي، أو أنه فرح، أو أنه فأحيانا هو ينقل لي، ولكن أنا يمكن أنا ما شفته، أنا ما شفته بعيني، فهو مواقف غير مألوفة. وتفاعلية أكثر. فهذا الفن الواقع الفرق بينهم. الاتصال جهز إلى ما يجهز. أبرز القراءات اللي يعني قرأوها الفنانين التشكيليين اللي زاروا المعرض كيف كانت؟ كلهم كانوا يبحثوا عن الربط ما بين اللوحات، يعني كلهم. فهو أكثر شيء القراءات اللي بحثنا هي تنوع الملمس، تنوع الملمس وطريقته، يعني أحيانا يكون الملمس خطوط، أحيانا يكون نقاط، وأثر الضوء عليه. هذه أكثر الزوار اللي كانوا يسألون عن هذا. أشرت في بداية حديثك أنه يمكن الرسم التشكيلي يعطي شيء من الغموض في بعض اللوحات، هل هذا الغموض يعطي جمال للوحة أم ممكن يضعفها من وجهة نظرك؟ هو يستدعي الفكر، يعني الغموض بالذات يجعل المشاهد يقف أمام اللوحة للبحث عن الحقيقة. الضوء هو حقيقة والظلام هو غموض. إذا شاهد أن العنصر السيادي في العمل مسلط عليه الضوء، ويلاحظ في الخلف أشياء غامضة، أنا يقف للبحث عن سبب غموض الأجسام الأخرى. فأعتقد أن الأسود الأبيض والأسود بالذات هو سبب الغموض. ننتقل للأستاذ عبد العظيم الشلي، يسعد صباحك من جديد. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور. كيف الصوت الآن؟ لا واضح جدا، واضح. أستاذ عبد العظيم، راح أعيد سؤالي عليك، انطباعك رؤيتك عن معرض الفنان علي الجشي. والله المعرض حقيقة أثلج صدري وأعادني إلى شيء جميل ورائع، لأن شاهدنا في السنوات الماضية أو السنوات الآن القريبة أن هناك بعض الناشئة عمرهم عمر قصير، وبدأوا في الطرح بالأساليب التجريدية كأنها مثل الموضة، ولكن حينما يقدم الفنان علي الجشي فهو يعطينا درسا لبداية أول معرض. هنا أول معرض بأنه قدم تجربة رائعة، حينما ينطلق الفنان بشكل واقعي أو بشكل كلاسيكي، فهذا هو الأساس لعملية تقديم الفنان إلى الساحة الفنية. هناك استعجال الشهرة وعدم التريث وعدم الصبر. حقيقة هذا المعرض يحمل كثير من الدلالات، من ضمنها بأن هذا المعرض صاحبه ذو إمكانيات عالية وحرفية في عملية قراءة العمل الفني. فاسمه هذا المعرض ملامس، أنا أدرك بأنه هذا المعرض ملامس الزمن. فحينما أشاهد تلك الوجوه المعبرة، تلك الوجوه لهؤلاء الرجال الطيبون الذين حفرت على وجوههم تجاعيد الزمن، فنلاحظ في
في بعض الأعمال هناك دقة متناهية وقدرة على كأنك تدخل في جوف اللوحة من شدة دقتها ومن شدة تجسيدها. أيضا هناك نقطة أو عناصر من الأعمال أو لوحات من ناحية المعمارية، فهو قدم لوحات للبيوت أو المنازل التراثية القديمة، وكأني أشاهد من خلال الأعمال المستجدة وليس لوحات كما هو معروف مباشرة. لوحات فيها الحس البانورامي، عملية الدوران من اليمين إلى الأمام إلى الخلف، وكأنه يصورها برؤية شاملة. أيضا هناك أعطاني لوحات، قدم للمشاهد لوحات فيها من جموح الخيل، ولكن أي خيل؟ هذه الخيل التي لها فضاء ولها قوة وتاريخ مشرف في حضارتنا الإسلامية، نراها كما لو كان كأنها تمر في خريف العمر. نعم. من خلال الأغصان المتداخلة الجرداء، فنوع كأنني أحس بأن الزمن مر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى المعمار، وهو أعطى صور جميلة. أيضا علاقة الخامة الأسود والأبيض فيها نوع من الراحة النفسية العاطفية، كما لو كان الشخص أو المتلقي يشاهد صورة بالأسود والأبيض. نعم. ونلاحظ الحنين عند الأشخاص حينما يشاهدون لوحات أسود وأبيض، وحتى في الأعمال السينمية حينما يرتدون إلى أعمال تاريخية قديمة يصبغونها باللون الأبيض والأسود. حقيقة هذا معرض متميز من جميع النواحي، وأنا وكثير من المتلقين تحاورنا على شرفات افتتاح المعرض وجنباتي في أيام أخرى بأن ما هذه الروح وهذا النفس وهذا الصبر وهذا الجلد في السنتي الواحد أو في الملي الواحد من عمل اللوحة، كما لو كان تحس بأنه كان في سجادة ينسج الملي والسنتي. يعني حقيقة معرض فيه من الإمكانيات والقدرات الفنية. أيضا نقطة أتمنى أن لا تغيب عن بالي، هذا الفنان علي الجشي مثال إلى الفنان المعطاء، فهو أعطى دورات في مركز الخدمة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يعطي دروس عبر الإنترنت إلى أشخاص لا يعرفهم، ولكن الحس الإنساني والحس العالي لعطاء الفنان جسده في خدمته للآخرين وفي تقديمه لهذا المعرض في هذه الساحة، وهو أيضا يضيف اسمه إلى الحراك التشكيلي على مستوى المحلي وعلى مستوى المملكة أيضا. جميلة هذه القراءة النقدية والوصف اللي ذكرته أستاذ عبد العظيم، لكن يعني في حاجة ذكرها الدكتور صالح زاير عن الفنان علي، يعني ذكر أنه أعمال الفنان علي الجشي مغرقة في فن ما بعد الحداثة التي توظف كل الوسائل لإعطاء الشكل فرصة لعلو المضمون المرتبط بالتاريخ والتراث. تعتقد أستاذ عبد العظيم كيف قدر يوظف الفنان علي الجشي خصوصا في هذه اللوحات الخمسين تجربة ما بعد الحداثة؟ والله أنا يعني مسألة ما بعد الحداثة هي فيها نوع من غموض الرؤية. نعم. لأن ما بعد الحداثة إذا 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 أشرنا فعلا إلى ما بعد الحداثة فهناك تهميش الرؤية الواقعية، لكن هنا قدم لي رؤية واقعية بصرية في جزئها المباشر وفي جزئها الغامض وفي جزئها ما بين الاثنين معا. ما بعد الحداثة تهمش الموضوع وتهمش الشكل، لكن هنا أنا حينما أنظر وأزور المعرض أشوف أشكال بارزة، أشكال محسوسة وواضحة المعالم، وإن كانت لها رؤية ولها تفسير ولها نوع من الدلالة، لا هو يمكن الدكتور له رؤية
بصرية نوع من المغايرة، لكن أنا أرى على حسب ظني وقد أكون مخطئا أو مصيبا، أنا أشوف الشكل بوضوح، أشوف الشكل يعني يفهمه الغير مدرك للعمل الفني، حتى الأطفال. أنا أخذت طلابي من المدرسة في خلال الأسبوع الماضي وأمرتهم بشرح اللوحات، واضحة لهم وهم صغار لا زالوا في الصف الثالث والرابع وأدركوا هذا العمل. أعمال ما بعد الأحداث تحتاج إلى شخص متمرس، تحتاج إلى شخص عارف بمدركات العمل الفني. لا أنا يعني يمكن عندي اختلاف في هذا الرؤية أو في هذا السؤال. نعم. ما أدري إذا تحب علي تتداخل مع الأستاذ عبد العظيم، أو أنت بعد أستاذ عبد العظيم إذا عندك سؤال للفنانة. والله أنا يمكن سؤال لا يعتبره إقحاما أو إفتاء. تفضل أستاذ عبد العظيم. لا يعتبره إملاء أو إقحاما. يا حبذا لو كانت بعض الأعمال لم يعرضها، هل كان أستاذ علي هل كان يهمك أن تملئ كل جنبات الصالة أو أن تطرح كل ما لديك من أعمال؟ يعني هناك في بعض الأعمال أرى عنصر واحد مثل لوحة الملعقة على سبيل المثال، هل كنت بحاجة إلى تقديمها أو عندك رؤية مختلفة من ناحية التنوية؟ طبعا هي الملعقة وعلبة القهوة هذه من أوائل الدروس اللي قدمتها على الشبكة، فحبيت أحطها. طبعا أنا ما حطيتها في الواجهة، حطيتها في ممر من الممرات عشان أبين إلى المشاهد أن هذا العمر اللوحات كلها من الثلاث سنوات كانت هذه بدايتها، أن أدرس الأجسام البسيطة اللي قدامي ملعقة كأس، فهي بداية لدراسة النسب الأجسام. أنا لما أدرس الأشياء البسيطة بعد كذا أقدر أتبحر وأعيش مع الأجسام الثانية وأرسمها وأحرف فيها زي ما أبغى، فهذا فقط. يعني كانت مدخل كأساسيات مثلا؟ أي كأساسيات دراسة الأجسام، وحتى هي أحجامها صغيرة وفي الممر، يعني ما هي من ضمن الأعمال. نعم. أستاذ عبد العظيم، كلمة أخيرة تحب توجهها عبر كاميرا صباح الثقافية؟ أولا أشكركم جزيل الشكر بهذا الاتصال وهذا الاهتمام وهذه الحفاوة، وأشكر أيضا التلفزيون وهذا البرنامج على تغطيته الكثير من الفعاليات وكثير من المعارض التشكيلية. أنا أتمنى حقيقة إلى زميلي إلى الأخ الفنان علي الجشي بأن هذا المعرض يستحق أن يذهب إلى أبعد مما هو معروض فيه. أتمنى أن أراه في جدة، أتمنى أن أراه في الرياض ليتعايش مع بعض المتلقين وبعض النقاد وبعض الصحفيين لتكون ليستمد أكثر من نقد ومن آراء مغايرة لما هو حواليه. أتمنى أيضا حتى خارج الوطن، لأنه معرض يستحق بكل معاني الكلمة حقيقة. أتمنى أيضا في المستقبل أن يقدم طرحا أفضل وما هو معروض، وهو عنده كل الأساسيات وكل الإمكانيات الفنية وكل القدرات، وقادر أن يعطي أيضا أبعاد أخرى في العمل الفني. شكرا لك الفنان التشكيلي عبد العظيم شلي على هذه المداخلة اللطيفة حقيقة والقراءات النقدية والوصف اللي يعني قرأتها لنا بهذه المداخلة، شكرا لك كثير. العفو. شكرا. يعني ذكر حاجة مهمة وهي أمنية يعني يتمناها، وإحنا برضو نتمناها، إنه المعرض يعني ينطلق أبعد من الشرقية ويعني يثبت نفسه في جدة في الرياض. هل هناك خطة من الفنان علي إنه بالفعل يقيم هذا المعرض في مناطق أخرى في المملكة؟ أتمنى يعني أنا لازلت في المعرض وبعد المعرض راح أبحث يعني وين المكان.